هذا الحدث. اليوم طبعا تم تحديث شفوي على موضوع اليمن ضمن البند العاشر. البند العاشر طبعا ليس مخصص لليمن، مخصص لجميع الدول التي تحتاج المساعدة الفنية في مجال حقوق الإنسان. المملكة العربية السعودية كما هو معلوم تقف إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية في مساعيها لاستعادة الشرعية، وذلك في المحافل الدولية مثل مجلس حقوق الإنسان، حيث تقوم المملكة إلى جانب الأشقاء العرب والدول الأخرى التي تساند الشرعية اليمنية بإيضاح هذه المواقف وشرحها للمجتمع الدولي. سيد السفير، هناك يعني دعم إيجابي من داخل قاعة مجلس حقوق الإنسان من قبل المملكة العربية السعودية للموقف اليمني؟ نعم، المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي تدعم الشرعية في اليمن، هناك دول كثيرة منها دول في المنطقة ودول خارج المنطقة. المحاولات التي الآن تجريها المملكة بمساعدة الدول الأخرى هي لاستعادة الشرعية من خلال القنوات الرسمية الدولية كالمؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة. شكرا سعادة المندوبة. I give the floor to the distinguished representative of Saudi Arabia. السيد نائب الرئيس، بداية أضم صوتي لبيانات المجموعات التي ينضم إليها وفد بلادي. إننا نثمن صدور التقرير الأول لوزارة حقوق الإنسان اليمنية والذي تم نشره يوم 14 مارس الحالي، حيث تم رصد حوالي 38 ألف حالة ما بين قتلى وجرحى من المدنيين خلال 6 أشهر فقط تم ارتكابها من قبل الميليشيات الانقلابية والتي استولت على السلطة في اليمن بقوة السلاح. السيد نائب الرئيس، إن البند العاشر الذي نناقشه اليوم ينص على دور المفوضية حقوق الإنسان في دعم وتقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والذي تم من خلال تبني القرار رقم 16/33 في الدورة السابقة، إلا أن تطبيق هذا القرار لم يتم على أرض الواقع حتى اليوم. وعبر مجلسكم الموقر نناشد بسرعة تطبيق مخرجات القرار، كما نواصل دعمنا للمطالبة بتخصيص خبراء دوليين إضافيين في مكتب مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بهدف مؤازرة اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في أعمال التحقيق لإثبات ملابسات الانتهاكات والتجاوزات. السيد نائب الرئيس، تجدد بلادي إدانتها ورفضها المطلق للانقلاب الحوثي في اليمن وكل ما يترتب عليه من محاولات فرض الواقع بالقوة عبر استهداف المدنيين اليمنيين، كما تستنكر تمادي الانقلابيين في جرائمهم واستهداف المصلين في المساجد بالقصف الصاروخي وآخرها استهداف مسجد بمديرية صرواح يوم الجمعة الماضي، والذي أسفر عن سقوط 34 قتيلاً وعشرات الجرحى، حيث يندرج ذلك تحت قائمة جرائم الحرب، حيث أن دور العبادة والمساجد ليست أهدافاً عسكرية. السيد نائب الرئيس، تشيد بلادي بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق السلام ورفع المعاناة عن الشعب اليمني، كما نشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الشرعية اليمنية التي تسعى بطرق سلمية لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 22/16، كما نؤكد على ضرورة مساعدة الشعب اليمني للخروج من هذا الوضع الخطير. إننا نحث الجميع على تجنب التعامل مع الانقلابيين حتى لا يظهر المجتمع الدولي بصورة الداعم لهم. وشكراً السيد نائب الرئيس. Thank you. Now I give the floor to the distinguished representative. The efforts of the OHCHR in providing capacity building and technical assistance in various areas relating to human rights. We also commend the work of Voluntary Trust Fund for financial. Thank you. I give the floor to the distinguished representative of the United States of America. Mr. Vice President, first, we would like to take this opportunity to extend condolences to our British colleagues for the horrific attacks yesterday in London, which we condemn in the strongest possible terms. The United States is troubled by the anti-democratic actions in Cambodia, such as the jailing of opposition politicians and civil society figures,
and the National Assembly's recent adoption of a law that allows courts to dissolve the opposition. Not only are these actions contrary to Cambodia's international obligations to respect and ensure human rights and fundamental freedoms, but they also constitute a setback for Cambodia's political development and inevitably will cast doubt on the legitimacy and credibility of the 2017 and 2018 elections if they do not genuinely guarantee the free expression of the will of the Cambodian people. We commend Colombia for extending the mandate of the OHCHR office in the country. OHCHR monitoring of the implementation of the peace accord is key to securing just and lasting peace. We encourage Bolivia to extend the mandate of the OHCH office there, and we commend the work of OHCHR's offices in Guatemala, Honduras, and Mexico. Thank you. Thank you. The African group reaffirms that states have the primary responsibility in the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms. All countries can benefit from technical... Of all the pledges made by us all. I thank you, Mr. Vice President. Thank you. Now I give the floor to the distinguished representative of Tunisia. Thank you, Mr. Vice President. I have the honor... ...one behind in the form of 2030 Agenda for Sustainable Development. Therefore, it is important to facilitate all member states to achieve targets which they have pledged to fulfill and which are underpinned by human, non-politicized, impartial, objective tool at the disposal of Human Rights Council to prevent human rights abuses and promote human rights and fundamental freedoms across the world. In this context, in accordance with UNGA Resolution 60/251, technical cooperation and capacity building at the request of and with the consent of states can play a pivotal role in the enhancement of international cooperation in the field of human rights. Technical cooperation is a tool for promoting dialogue and engagement with the state concerned with a view to avoid confrontation. Technical cooperation and... give the floor to the distinguished representative of Yemen, and let me just remind you that the concerned country have 5 minutes. شكراً سيد السيد الرئيس. استمعنا إلى التحديث الشفوي الذي قدمته السيدة جيلمور نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان. ورغم استمرار الانتهاكات إلا أنها تعتبر أقل بكثير مما كان عليه الوضع في الأعوام الماضية. وذلك بسبب اتساع سيطرة الحكومة الشرعية وتصديها لكل المظاهر التي تضر بحقوق المواطنين وسلامتهم وأمنهم، وأهمها إنهاء آثار الانقلاب في المناطق المحررة ومواجهة الإرهاب الذي تشجعه وتدعمه قوى الانقلاب. نرى تحري المعلومات الصحيحة وبحيادية ومهنية تتناول جميع الانتهاكات. لقد عممت بعثة بلادي في جنيف تقرير وزارة حقوق الإنسان الذي يحتوي البيانات والإحصائيات حول تلك الانتهاكات ويمكن الرجوع إليها. السيد الرئيس، الحاضرون جميعاً، لقد أوضحت حكومة بلادي في كلمات سابقة أمام هذا المجلس الموقر بأن الحكومة ذهبت مضطرة إلى استخدام القوة العسكرية وطلبت دعم الأشقاء العرب والعالم لمواجهة الانقلاب العسكري الذي قادته ميليشيات الحوثي وصالح والذي يعتبر ضد الشرعية الوطنية والإقليمية والدولية وأدى إلى كل هذا الدمار والتضحيات التي يتحملها الشعب اليمني وليس آخرها اعتداءها الإجرامي قبل 5 أيام بالصواريخ على مسجد مكتظ بالمصلين في محافظة مأرب وقد أدى إلى مقتل 27 وجرح 63 من المصلين لهذا فإن قوى الانقلاب التي تسببت في هذه المأساة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة حول كل هذا الدمار والقتل ويجب محاسبتها وتقديمها للعدالة عاجلاً أم آجلاً. السيد الرئيس، الحاضرون جميعاً، لقد رحب مجلسكم الموقر في دورات سابقة بإنشاء لجنة لتحقيق الوطنية لجنة التحقيق الوطنية للنظر في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وسبق للجنة أن قدمت تقريراً في أغسطس 2016 وقدمت أيضاً في الأسبوع الماضي تقريرها الثاني وتم توزيع التقريرين على مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في المجلس وقد نظرت اللجنة وحققت وجمعت الأدلة لحوالي 6479 حالة ادعاء خلال 6 أشهر الماضية
وهو ما يؤكد بأن اللجنة التحقيق الوطنية قد بذلت ولا تزال جهوداً جبارة رغم الظروف القاسية والمعقدة التي تعمل فيها. نحن ندعو مكتب المفوض السامي والمجلس الموقر إلى مساندة اللجنة حتى تؤدي مهمتها بما يحقق النزاهة والاستقلالية وكشف الحقيقة للوصول إلى المحاسبة والانتصاف. ونحن في الحكومة اليمنية سنقدم كل الدعم للجنة الوطنية لإنجاز مهمتها، كما إننا نتطلع إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مكتب المفوض السامي، وأكدنا على ذلك خلال لقائنا معه ومع السيد مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأسبوع الماضي. السيد الرئيس، الحاضرون جميعاً، نود هنا التأكيد على الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تأهيل موانئ عدن والمكلا والمخا لاستقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية، وعلى التزامها بتوزيعها بشكل عادل على جميع مناطق اليمن، وافتتاح المطار الدولي في كل من عدن وسيئول لاستقبال الرحلات التجارية، وعلى التزام الحكومة اليمنية بدفع رواتب الموظفي الدولة في جميع مناطق اليمن. وانطلاق هذه العملية على الرغم من محدودية الموارد المالية، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط على قوى الانقلاب لتوريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن حتى تستمر هذه العملية. كما تقوم الحكومة بإعداد برنامج لإعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثي وصالح من خلال إنشاء مراكز. إن حماية حقوق الإنسان في اليمن يتطلب أولاً إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من نتائج، وذلك عبر عملية سياسية تقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني. السيد الرئيس والحاضرون جميعاً، إن طريق الحل السلمي في اليمن يتجسد في تنفيذ مخرجات الحوار التي أشرفت عليها الأمم المتحدة وارتضاها جميع أبناء الشعب اليمني، وتعبر عن تحقيق الإرادة الوطنية والإقليمية والدولية، وتؤمن بالتعددية وتوزيع السلطة والثروة. وختاماً، ندعو الدول الأعضاء في المجلس إلى عدم تقديم رسائل خاطئة تدفع قوات الانقلاب إلى مواصلة الحرب وبالتالي زيادة المعاناة الإنسانية للسكان المدنيين. كما نطالبكم بمساعدة الحكومة اليمنية على إنهاء الانقلاب، وبهذا ستنتهي الحرب والمعاناة معاً، ونحن واثقون من أن صوت الحقيقة سيبقى في هذا المجلس الموقر. وشكراً. I thank the Deputy Minister for Human Rights of Yemen for his statement. We shall now proceed with the list of speakers. As long as a distinction is made, we are all defeated. The recent attacks on a hospital in Kabul, as well as attacks in the shrine in Pakistan's Sindh province, of civilian casualties from conflict-related violence last year, the majority of which was attributed to anti-government elements. Only last year, we have lost thousands of civilians, including children, teachers, medical staff, judges, university students, journalists, parliamentarians, community and religious figures, revealing Afghanistan's enormous sacrifices in the global fight against terrorism and violent extremism. We carry this battle on behalf of the world. We have to succeed this battle together and making history in defeating the century's largest.
results for the promotion and protection of human rights, technical cooperation programs should be aimed at translating the reality of the obligations technical expertise that OHCHR offers. Some years ago, the board proposed a set of principles for effective technical cooperation. Following its practice, the board this year would like to elaborate on the principle that to be effective, technical and indeed in other country offices should be more widely known. The lessons learned should be applied in the establishment and strengthening of the work of all country offices with other OHCHR presences in South America, Central America. The board saw in Guatemala the relevance, indeed the importance, of the OHCHR office in providing information to other United Nations agencies and programs operating in the country, and in advising them on international human rights standards and dissent in Guatemala. It considered it timely and appropriate that the office accord higher priority to their situation, especially in the context of issues of Indigenous peoples, and the approach in that of building on the recommendations of the UPR, the treaty monitoring bodies, and the special procedures following country visits. It commends in particular the MIA program that has supported Indigenous initiatives through strategic litigation and other forms of advocacy. The board considers that the achievements of the MIA program have been made possible by the overall work of the Guatemala office in many fields that are well coordinated in a context. This was emphasised in many meetings, but particularly by community leaders the board met. The board heard that in practice, participation often seemed to be reduced to prior consultation. The right to participation, however, to effectively address the challenges faced by these groups. It is the best endorsement OHCHR could want for the effectiveness of its efforts. A key part of empowering people is enabling their participation. The office creates important channels and at-risk groups, and for the support the office provides to state efforts in the defence of human rights. They considered themselves empowered through the office's initiatives. This endorsed OHCHR to add to the initiatives of local partners the value of its own unique mandate. The added value was particularly evident in the space OHCHR opens and provides to human and provides an update on the use of the Voluntary Fund for Technical Cooperation under the period under the review. During his visit to the ground in support of state efforts for the promotion and protection of human rights, and in particular for the implementation of UPR recommendations. The members of the boards, as overseers of the two funds, seek to promote the complementarity and therefore the more effective use of the resources in both funds. The voluntary fund. And again, in this regard, the Board of Trustees for the Voluntary Contribution Fund plays a very important role. Documenting creative initiatives undertaken by member states and other actors to implement the human rights recommendations of the international human rights, that work is advancing human rights more broadly. As you know, the work of our office is also guided by the recommendations of the human rights mechanisms, treaty bodies, special procedures, and the outcomes of the Universal Periodic Reviews, and to enable the communities and individuals of those countries to more freely exercise and enjoy human rights in their daily lives. Today, I would like to technical assistance and capacity building programs as requested by and in cooperation with member states. These observations aim to complement those of the Chair of the Board of Trustees for the Voluntary Fund, and I want to here express our deep appreciation of the guidance, advice and wisdom of the Board, which is so important to our advance of this technical assistance and cooperation. As you are aware, much of our work at country and regional level proceeds in pursuance of Council Resolution 18/. Government's development of the policy of stability and capacity integration, which is now awaiting the board of promulgation. The government's
Under item 10, two reports. These concern Afghanistan and Yemen. I would like first, on behalf of the High Commissioner for Human Rights, to provide you with an oral update on Yemen. Excellencies, one of the world's worst humanitarian crises, one entirely man-made, is underway in Yemen. Over 21 million Yemenis, 82% of the population, are in need of humanitarian assistance. 14 million are suffering food insecurity, and at least 1.3 million children are acutely malnourished. Almost 3 million people have been internally displaced, while the country's infrastructure has been extensively destroyed and the country's economy decimated. Excellencies, the living conditions of the people of Yemen, simply put, are miserable, deplorable, and untenable. It has now been 2 years since the conflict intensified. And information gathered by the Office of the High Commissioner indicates that as of the 15th of January 2017, at least 4,726 civilians have been killed and 8,217 have been injured. I wish to stress that our estimates of the lives lost to this conflict are substantially lower than those published by some other entities because of our rigorous methodology. I wish to stress that we record casualties only after multiple corroboration or through confirmation of death by the victim's next of kin. But the extent of these tragic circumstances and their human cost cannot be overstated. The absence of a credible and viable political solution to this conflict, combined with the relentless escalation in violence that we have witnessed over the last 3 months, is undermining prospects for an immediate ceasefire and undermining the resumption of humanitarian aid. The fighting in around the port cities of Mocha and Hodeidah has left thousands of civilians trapped in the crossfire, trapped without any safe passage away from fighting. Furthermore, the substantial destruction of the ports, particularly in Hodeidah, severely compromises the delivery of desperately needed humanitarian assistance. Excellencies, in accordance with this Council's Resolution 33/16,
the office presented a budget proposal to the General Assembly for the recruitment of 8 staff members to support our Yemen country office. The 5th Committee of the General Assembly approved the proposal at the end of December last year, and our office immediately reached out to the United Nations resident coordinator in Yemen in order to request authorization to deploy those additional international staff to the country. But in light of the security restrictions, the UN resident coordinator so far has been in a position to only authorize temporary deployment of 4 international staff. They have been recruited to assist our office and to ensure implementation of your resolution. Since the adoption of the Human Rights Council's resolution, we have also re-established our engagement with the Yemen National Commission. And we have agreed together a program of joint activities and a list of thematic priorities. And the first of these was a capacity building exercise focused on international humanitarian law, investigative methodologies, and lessons learned from other United Nations commissions of inquiry. That workshop took place from the 21st to the 23rd of February in Doha, Qatar. Excellencies, we encourage the Yemeni National Commission to make concrete progress on all aspects of its mandate to investigate all allegations of violations of international and Yemeni law, including those that go beyond the extent of the Commission's cooperation with our office. The de facto authorities in Sana'a have officially communicated their intention not to extend cooperation to the National Commission or to any of the OHCHR team tasked with implementing the resolution of this council. In response, we have urged the de facto authorities in Sana'a to reconsider their decision, and we call on all parties to follow through on their commitment to cooperate with the Yemeni National Commission and with our office so as to enable the full implementation of this council's resolution 33/16. And this...
Congress. خلاص اوكي. انا يا اخي مش شايل بشيء والله العظيم. انا بدي في الحقيقة ناقشنا اليوم تحديث مفوضية حقوق الإنسان، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وقمنا بعملية الرد أو التوضيح عليه، وأكدنا على أهمية دعم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بعملها وبناء قدراتها ورفضها بالخبراء والخبرات اللازمة، كما أكدنا على الحقائق التي تلخص المشهد اليمني، متمثلة أن هناك عملية انتقال سياسي أشرفت عليها الأمم المتحدة وفق المبادرة الخليجية، ثم هناك مخرجات حوار وطني وإجماع يمني، ثم حصل الانقلاب على هذه الشرعيات الثلاث: الشرعية المحلية والإقليمية والدولية، وتم التعرض إلى أبرز الجرائم التي حصلت منذ الانقلاب وحتى اليوم، وآخرها جريمة التي حصل في مسجد في مأرب وراح ضحيتها أكثر من 27 شهيد و 30 أو 40 جريح. السيد نائب وزير حقوق الإنسان، كيف يعني ما هو الدعم الذي تجدونه من داخل مجلس حقوق الإنسان ومن الدول الصديقة؟ في الحقيقة لمسنا العديد من الدول قامت بدعمنا، وكذلك المفوضية، التقينا مع المفوض السامي خلال يعني زيارتنا لجنيف، وأكدنا على أهمية يعني دعم الحكومة الشرعية في موضوع حماية حقوق الإنسان في اليمن. دعونا كافة المنظمات الدولية للعمل من العاصمة المؤقتة عدن. أكدنا على أن الميليشيات الانقلاب كلما اتسعت رقعة سيطرة الشرعية، كلما اتسعت رقعة حماية حقوق الإنسان، وكلما اتسعت رقعة سيطرة الانقلابيين كما حصل في 2015، كانت أكبر نسبة لانتهاكات حقوق الإنسان وتمثلت بحوالي 77% من هذه الانتهاكات في العام 2015. ما هو دور المملكة العربية السعودية في دعم القضية اليمنية في وسط منظمات الأمم المتحدة؟ في الحقيقة المملكة العربية السعودية ممثلة بمندوبيتها الدائمة في جنيف كان لها دور كبير في دعم الفريق اليمني والوفد اليمني الذي جاء إلى جنيف بعدة سبل يعني، وأهمها دعمنا في عملية البيان المشترك الذي قدمناه بعدين للمملكة العربية السعودية. دور محوري في دعم اليمن سواء في الداخل أو في الخارج، وتمثل هذا الدعم من قبل مندوبيتها الدائمة في جنيف، وحيث قمنا بعمل بيان مشترك، وكان الأشقاء في المملكة العربية السعودية من السباقين الداعمين في هذا المجال. شكرا معالي نادور في أروقة مجلس حقوق الإنسان. في الحقيقة سيتم اليوم عمل تحديث من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص معلش مع الوزير يعني احنا عايزين طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف. قناة الإخبارية، طه يوسف حسن، الأمم المتحدة، جنيف. عملك واحد ماشي. آمال وتطلعات المجتمع الدولي والشعب السوري تتوقف على نتائج هذه الجولة الحاسمة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، الأمم المتحدة، جنيف. أوكي. آمال وتطلعات الشعب السوري والمجتمع الدولي تتوقف على نتائج هذه الجولة الحاسمة. آمال وتطلعات المجتمع الدولي والشعب السوري تتوقف على نتائج هذه الجولة الحاسمة. طه يوسف حسن،
قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف. أنت ما تقبل علي ليه؟ آمال وتطلعات المجتمع الدولي والشعب السوري تتوقف على نتائج هذه الجولة الحاسمة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف. آمال وتطلعات المجتمع الدولي والشعب السوري تتوقف على نتائج هذه الجولة الحاسمة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف. لحظة خلينا أجهز التكست. القضية اليمنية لا تزال على طاولة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف. حلو. القضية اليمنية لا تزال على طاولة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف. القضية اليمنية لا تزال على طاولة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية الأمم المتحدة جنيف. القضية اليمنية لا تزال على طاولة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف.